tout le monde, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصوب الشعبيات مالحين. هاد النوع من الفطائر كيعرفوه الناس، كاع العيالات كيعرفوا الشعبيات تقريبا، ولكن مولفينهم حلوين مذاق حلو. اليوم غنصوبهم مالحين بحشوه ديال السبانخ والدجاج، كيجيو مورقين كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هشاش دغيا كيتهرسوا كيدوبوا في الفم. عجينه جديده ديال الشعبيات، ما محتاجين للطرق ديالها لا نشا لا زبده لا والو. حتى الحشوه نوع جديد من الحشوات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ندوزوا للطريقه التحضير. بالنسبه للعجينه ديال الشعبيات غادي نحتاج عندي هنايا 4 ديال الدقيق، ماشي ديال الحلويات، غير دقيق عادي ديال الخبز. كنزيد عليه 30 غرام ديال الزبده بارده، وكنخدم الخليط كله حتى كيولي مرمل بحال هكذا. غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال السكر ما عمرش باش تجينا العجينه في الطياب محمره، وشويه ديال الملحه. كنخلط العناصر، من بعد غادي نزيد عليهم 65 غرام ديال الزيت النباتيه. غادي نبسس الخليط ديالي حتى كي يولي مرمل بحال هكذا، كيجي معلك. من بعد غادي نجمع العجينه ب 70 غرام ديال الماء بارد. الماء ما كنزيدوش دقه واحده، كنقسمو على ثلاثه. كندير الماء المره الاولى وكنعجن العجينه، ملي كتشرب كنزيد على المره الثانيه وكنعجن حتى كتشرب، وكنزيد باقي الكميه. كنحصل على عجينه بحال هكذا، كتكون شويه قاسحه. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغادي نخليها ترتاح واحد 10 دقائق بعد ما وجدت العجينه ديال الطراق. بالنسبه للعجينه باش غادي نورق الشعبيات، عندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق، حتى هو ديال الخبز. غادي نزيد عليه 30 غرام ديال الزيت النباتيه ونقسمها على جوج مراحل. كنبسس العجينه ديالي حتى كتولي مرمله، وكنجمعها بيديا، كندخل عليها بالكف ديال يدي، كندلكها حتى كنشكل كره. غادي نجمع العجينه ديالي على شكل بوده، كنغطيها كنخليها ترتاح. في هذا الوقت هذا اللي العجينه الطرق غادي نخليها ترتاح. غادي ندوز للعجينه الاولى اللي صوبت، غادي نشدها وغادي ندلكها شويه تقريبا واحد 5 دقائق. كنعطيها الدليك مليح حتى كترطب كتولي رطبه، كتجي بهاد الشكل هذا. من بعد ما كندلكها كتعطيني الطوع في الخدمه. غادي نعاود نغطيها ونخليها ترتاح بعد ما وجدت الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا مقله سخونه، غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه، غادي نزيد عليها بصله، حبه ديال البصله مقطعه رقيقه، من الاحسن بصله بيضاء. عندي هنا 200 غرام ديال لي زيبيناغ، انا عندي كونجلي، الناس اللي عندهم لي زيبيناغ فري طريين يقدروا يستخدموهم. بعد ما دابوا لي زيبيناغ غادي نزيد جوج فصوص الثومه كبار محكوكين، جوج حبات ديال الخيزو محكوكين، 100 غرام ديال السدر ديال الدجاج مقطع رقيق. كنحرك المكونات مليح. تقدروا تعوضوا الدجاج بالكفته او بالحوت بيض او لي فروي دو مير ولا الخضره بوحدها. بالنسبه لي زيبيس غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، شويه ديال السودانيه، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم. كنحرك العناصر كلهم حتى كينسجموا، وكنغطيهم مده 3 دقائق حتى كتدبل لي الخضره وكتطلق الماء ديالها. من بعد ما طلقات الماء بهذا الشكل هذا، انا حاجتي بهذا الماء خصو ينشف، حيت الا درتها بالماء ديالها في العجينه غادي تقطع ليا. كنحرك مليح حتى كينشف الماء، كنزيد واحد شويه ديال الكوزه كنحكو على الحشوه. غادي نزيد جوج حبات ديال الفرماج مربعات اولا مثلثات على حسب اللي متوفر عندكم. كنحرك الفرماج مليح حتى كيدوب مع الحشوه. من بعد ملي كينسجموا العناصر غادي نطفي البوطه على الحشوه، وغادي نزيد تقريبا 3 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق، كنخلطو مع الخضره ديالي ومع الدجاج، وكنخلي الحشوه ديالي كتب. العجينه الشعبيات من بعد ما خليتها ارتاحت مده نص ساعه،
غادي ناخذها نحربلها على شكل بوده وغادي نقطعها على 5 د القطع، كيكونوا 5 د القطع كبار. كنكورها كنشكلها على شكل كويرات وكنديرها في بلاطو، كنغطيها بالفيلم اليمونتير، ضروري نغطي العجينه باش ما ديرش ليا ديك القشره، وكنخليها على جنب بيد ما نصوب العجينه ديال الطراق حتى هي غادي ناخذها وغادي نقطعها على 5 د القطع، حيت كتكون كتفرتت شويه غادي ما غاديش نكورها بيدي، غادي غير نزير عليها بالكف ديال يدي. كنجمع هاد القطع هادو كنشكلهم على شكل كويرات وكنديرهم مع العجينات الاخرين، كنغطيهم في شي بلاطو بالفيلم اليمونتير، ضروري تغطى العجينه حيت الا ما تغطاتش غادي تخسر، ما غاديش تجينا مليحه. ديما كنبدا بالكره الاولى اللي شكلت، كتكون ساهله حيت كتكون ارتاحت. كناخذها الجهه اللي كنكون جامعه الطرف ديالها، ديما عاطيه الوجهه لعندي، كنسطحها بالكف ديال يديا وكندير في وسط منها العجينه ديال الطراق، كنجمعها مليح، كنورك على العجينه باش ما تحلش، كنكورها وكنشكلها بهذا الشكل هذا، كنستمر حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. من بعد ما كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي في العماره، غادي ناخذ ديما كنبدا بالحبه الاولى اللي صوبت، كتكون ارتاحت كتجيني سهله في الخدمه، كنحربلها على شكل بودان كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نسرحها بالمدلك على شكل طولي، غادي نسرحها غير شويه بالطول، وغادي نسرحها حتى بالعرض باش ما تبقاش الجناب ديالها من الفوق ومن التحت غلاض بهذا الشكل. مني كنسرحها شويه بحال هكذا كنبدا كنحربل فيها على شكل فلوت صغير، كنستمر هكذا حتى كنسالي كاع الكويرات ديال العجينه اللي عندي. من بعد فاش كنسالي ديما كنبدا عاود بالحبه الاولى اللي صوبت، ديما كنغطي العجينه باش ما ديرش لي القشره، كناخذ الحبه الاولى اللي حربلتها على شكل فلوت، كنعاود كنخدمها بشكل طولي بالمدلك، هذه المره كنرققها كندخل عليها بالمدلك بالطول وبالعرض حتى كتولي بهذا الشكل هذا، ما كنرققهاش بزاف، كنخلي واحد 2 مليمتر ديال 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 العرض ديال السمك عفوا، كنطويها كنحربلها على شكل فلوت بحال المره الاولى، وكنستمر حتى كنسالي نفس تنسالي الكميه ديال العجينه بنفس الطريقه. كناخذ العجينه ديالي بحال هكذا، غنصوب معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه، كنسرحها بالمدلك بالطول وبالعرض وكنجمعها كنحربلها على شكل فلوت حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. من بعد غادي ناخذ هذوك لي فلوت ديال العجينه اللي صوبت، غادي كل واحد نقطعه على 4، كل فلوت غادي نقطعه على 4، عندي انايا يعني 5 ديال لي فلوت، الا كل واحد قسمته على 4 غادي تجيني 20 حبه ديال الشعيبيات. هذه الكميه ديال المقادير اللي عطيتكم كيعطيونا 20 حبه ديال الشعيبيات. كنستمر بحال هكذا، كنبدا نقطع في الفلوت ديالي وكنستف، وديما كنغطي العجينه ديالي بالفيلم اليمونتير. ملي كنسالي التقطاع ديال لي فلوت كناخذ هذوك العجينه اللي قطعت كنغطيها بالفيلم اليمونتير وكنخليها ترتاح مده نص ساعه، باش كتجيني سهله في الخدمه. الحشوه ديالي من بعد ما بردت تماما غادي نزيد عليها 100 غرام ديال الفرماج محكوك، اي نوع ديال الفرماج عندكم في الثلاجه تقدروا تخدموا به، وغنحطها حدايا باش نبدا العماره ديال الشعيبيات. كنبدا ناخذ في العجينه، بيان سور كناخذ العجينه وكنغطي المباقي، ضروري تغطى. كناخذ كره ديال العجينه كنضغط عليها بالكف ديال يدي وكنبدا نسرح فيها بالمدلك. ردوا البال العجينه ما خصناش نرققوها بزاف، الا رققناها غادي تقطع علينا وقت الطياب. كناخذ العجينه كنقلبها، الجهه اللي كانت عاطيه وجهه السطح العمل هي اللي غادي نعمر. كناخذ العمارة ديالي وكنديرها في الحبه ديال الشعيبيه وكنجمع الطرف ديالها بصبعي كنورك على الحروف ديال الشعيبيه بصبعي، كنورك عليهم حتى كيتجمعوا مليح، وكنبدا كنشكل في الشعيبيه، كنبدا كنقرص في العجينه، كنبدا من التحت للفوق بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، وانا كنقرص وانا كنلوي العجينه وكنزين الطرف ديال الشعيبيه باش كيجيو بهذا الشكل هذا.
كنحاول نضغط على العجينه مليح وانا كنجمع فيها باش ما تحلش ليا وقت الطياب. بهذا الشكل هذا كيجيو الشعبيات ديالنا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي كاع الكميه ديال العجينه اللي عندي. غادي نصاوب معكم وحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. كنسرح العجينه ما كنرققهاش بزاف حتى كتولي على شكل دائري. كناخذها كنقلبها الجهه اللي كانت عاطيه والجهه التحت هي اللي غادي ندير فيها العماره. كندير الحشوه ديالي وكنجمع الحبه ديال الشعيبيه. كنبدا كنضغط على الجناب ديالها وانا كنضغط وانا كنقرص. من بعد ما كنشكل الحبه من التحت ومن الفوق كنبدا نشكل في التزيين ديال الجناب ديالها. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحتفظوا بهاد الشعيبيات في الكونجيلاتور حتى كيحتاجوهم عاد كيطيبوهم، فهاد المرحله هادي ملي كنساليو التشكيل ديال الحبات الشعيبيات كنستفوهم في بلاطو كندخلوهم للكونجيلاتور حتى كيجمدوا. من بعد كنديروهم في دوك الصاشيات ديال التجميد وكنحتفظوا بهم. ملي كتبغيوهم كتجبدوهم كتخليوهم يطلقوا من بعد كتقليوهم. فهاد المرحله ملي كنسالي كندير الزيت كتسخن على درجه حراره متوسطه، ما كتكونش العافيه لا مجهده ولا ناقصه. من بعد كنبدا ندير الشعيبيات ديالي كيتقلاو. ملي كيتقلاو كيتورقوا بهذا الشكل هذا. انا كندير غير ثلاثه الحبات باش ما يغلبونيش. تقدروا ديروا اربعه ولا خمسه. كتستمروا في القلي ديال الشعيبيات حتى كتساليوا الكميه اللي عندكم. الشعيبيات ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو المنظر ديالهم جميل زوينين كما كتشوفوا. التوراق كيجيو مورقين، كتقدروا تشوفوا الورقه واختها. كيجيو هشاش بزاف، كيتفرتتوا تيدوبوا في الفم كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. دغيا كيتكسروا من برا، كيجيو مقرمشين ومورقين وهشاش، ومن الداخل الحشوه كتجي معلكه ولذيذه. كنقدمهم، بالنسبه ليا كنقدمهم مع الصوص ازياتيك كتكون حاره وحلوه، مع الصلصه ديال التوميه، صلصه ديال سوريين كتجي بالمذاق ديال التومه زوينه. هاد الوصفه ديال الشعبيات كتجي مناسبه للكوتي، نصاوبوها للكوتي، كتجي في المائده الرمضانيه حتى هي زوينه، نشكلوا بها المائده ديال رمضان. حبيت نشارك معكم الوصفه ديال الشعيبيات اليوم. كيجيو مورقين وهشاش، الطرق ديالهم ما كيحتاج لا زبده لا نشا لا والو. عجينه جديده بالنسبه للشعيبيات مالحين. بحال ديما الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلي لايك لي كومونتير. مرحبا بالناس اللي كيديروا ابوني عندي في لاشين، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره كندير فيها فيديو. الناس اللي ديجا ابوني معايا شكرا بزاف. الى عجبكم الشعبيات ديال اليوم بارطاجيوهم مع العائله، مع لي زامي، مع الحباب والصحاب. بقى لي اللي نقول لكم بالصحه والراحه. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى بروشين، تشاو.